بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان أحكام الدوام والالتزام بالضوابط الإدارية. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عدم الدوام والالتزام بالضوابط الإدارية من مصاديق أكل المال بالباطل، أو بتعبير آخر، الموظف حينما يتغيب عن دوامه أو لا يلتزم بالضوابط الإدارية لا يستحق راتبه كاملاً، لأنه أكل المال العام بدون حق. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. برنامجنا اسمه الدين المعاملة. هل يمكن ذكر مصاديق تجسد هذا المصداق العظيم الدين المعاملة في مجال عمل الموظف؟ أو بتعبير آخر، نعبر تعبير آخر، شلون نقدر نصف موظف مثالي منضبط في عمل الوظيفي من حيث الالتزام بالدوام والضوابط الإدارية؟ نبتدأ بحديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام: خير الناس من نفع الناس. زين، إن كان يعني أول مصداق تريد تقوله مثل ما ذكرت الحديث أنه موظف يفيد الناس، بالتأكيد هذا أول مصداق. زين، إن كان مقابل ثمن كالموظف، وإن كان بلا ثمن تطوعا فهو مأجور خير أكثر. أكو عدة اتجاهات لخدمة الناس. من حسن حظ الموظف بأمانة أنه أكرمه الله في مكان بعمل الخدمة، يقدر يخدم الناس من خلاله. لطيف. الموظف يكتسب السمعة الطيبة من خلال أخلاقيته. الأخلاقية تنعكس في خدمة المواطن أينما كانت الخدمة ومهما كانت بسيطة. زين، هسه أول قضية، أول مصداق لهذا الموظف المنضبط اللي نريد نوصفه أنه يكون خادم للناس، بالتأكيد. ولحسن حظ الموظف دائما مؤسسات الحكومية هي مؤسسات خدمية، بالتالي هو كل ما يؤدي خدمة فهي تصب في مجال خدمة الآخر. منها ما تكون خدمة مباشرة سماحتكم، بلي بلي بلي. وهذه نعمة مضافة، ومنها ما تكون لذة الخدمة، بلي. ومنها غير مباشرة، منها ما تكون غير مباشرة، بلي. من حسن حظ موظف البلدية. لطيف، أن تكون مباشرة حتما، بلي. وكم من الناس يأتون للبلديات، للمؤسسات، الدوائر الخدمية ملهوفين وأصحاب حاجة. بأمانة أنا دائما أحث بهذا الاتجاه، الموظف هنيئا لمن يتمتع بقبول عمله من خلال حاجات الناس إليكم من نعم الله، من منن الله، حوائج فلا الناس تردوها فتذهب لغيركم. زين، احنا مصداق الخدمة ذكرته، مصداق آخر نوصف فيه موظف مثالي شلون يكون ملتزم بدوامه والضوابط الإدارية؟ بالتأكيد. بل أكو مرؤوس وأكو رئيس. بل حتما. منذ الخليقة العبد والخالق، ما يصل الرئيس للخالق، بل لكن رب عمل
التعريف المبسط ومكانته المتواضعة. مسؤول رب عمل بل. كرب العائلة بل. يرصد ويراقب أداء المحيطين به. إذن المصداق الثاني للمسؤولين كون يرصد ويراقب تمام للمرؤوسين. لطيف. هنا موضوع التقييم. تقييم على مصداق قدر آخر. الإنجاز. نعم. مش كثر على ما يقدم. قدر بلي. الثناء من المواطن واستثمار الموظف اللي عنده في لوقته أقصى بلي. في إنجاز الأعمال المكلف بها من الإدارة. بل. الكثير من الموظفين بصراحة بسبب قلة الوعي اللي أنا كموظف قديم كنا يستثمرون طاقاتنا الخام باعتباره فريش يستوي فريش بالشباب يزجون في دورات. أولا تلقنا معنى الموظف. نعم مهم. تلقنك دورك ومكانتك شنو هي. بلي. يعني قسم الإعداد والتدريب اللي هو تابع نعم. للتخطيط يفترض إقامة هاي الدورات بالضبط لتعرف الموظف بموقعه في المجتمع بلي. بما تفهمه شنو المطلوب عليه من من عنده واجبات وشون يقدم بلي. بما إلى من حقوق بلي. الإنسان أي إنسان بلي. حتى اللي خارج سن التأهيل. نعم. من يعرف حدوده كطفل في البيت من يعرف هذا المكان ممنوع يدخل له هذا المكان مسموح له حيمشي بين هالخطين. إذن مطلوب من عندنا دورات مطلوب استثمار حتى استثمر طاقاتنا وفهم شنو اللي المتاحة. عليك وشنو اللي إلك. مو صحيح. زين. من خلال معرفته بواجبه تعريفه بواجبه تعريفه بحقوقه تعريفه حتى الأخلاقية الوظيفية. زين. من المصادق الأخرى شلون هذا الموظف مثالي أنا أعبر عنه موظف منضبط شلون يلتزم بدوامه وبالضوابط الإدارية مصادق أخرى. عذرا أني فيما يخصني سماحتكم بل. العمل متنوع. العمل متنوع منهم إجمالي من يكون بل. عمل إنتاجي يتطلب وجوده من الثامنة حتى الثالثة أو حتى الرابعة ويأخذ بساعات العمل اللي هي مصانع إنتاجية دوامة. ومنهم من تستثمر وجوده بالإنجاز وليس بوجود الجسد. لطيف لطيف. أنت مع فكرة أن ما حكمه من 8 للـ4 كثر ما أحكمه في إنتاج الصحيح. ممتاز. ما مكلف به. ممتاز. هذا العمل عمل المؤسسات البلدية. إذن المهم الحالة الإنتاجية الإنتاج. هذا موظف مثالي أهم من الالتزام على المستوى الشخصي. بلي بلي بلي. كتجربة وبإمكانك طبعاً. حضرتك حتتجول بأروقة الدائرة وشعبها حتسأل ما أباوع للموظف جسد موجود بالدائرة يتنفس ويقضي لي على بدون إنتاج ويقضي لي على جزء من الأكسجين الموجود بلي. بقدر بلي. بقدر ما إنتاج أخابره بالوحدة الصبح فجر يا فلان شغل لنا مضخة تطلع حسة تجي للدائرة الموقف الفلاني بلي. وصارت الكثير أغلب الفنيين حتى الإداريين شكرا لله يلتزمون بهذا التوجيه. المصداق. أكو مسألة مقابلها بلي. إذن المصداق الآخر مصداقية الإدارة الموظف. ومصداقية الإدارة مع بل. التميز عند الموظف أي اللي هو يسمون عنه يسمون عبرون عنه بالتشويق التشويق للموظف المتميز سنويا أكرم لهذا صحيح. لا أقل في كتاب شكر أو في احتفالية وإن تكون بسيطة في مقر الإدارة بلي هواي لطيف بأمانة. يعني قانون انضباط موظفي الدولة عالج كثير من هاي الأمور ووجه الوجهة السديدة باتجاه استغلال الموارد البشرية استثمار الموارد البشرية واستثمارها بلي بلي. بالشكل اللي تصل إلى الهدف المنشود من وجود هذه الدائرة. نعم. فيما يخصني على المستوى الشخصي نعم سبق وأن
ذكرت سماحتكم، لست مع الدوام الوقت الميت. بلي. أريد الموظف بعقله أو يكون ميكسشر بين الأمرين، يعني إحنا ما نبقى عندنا بصمة، لكن البصمة ما تعني أنه عمله هو جايني الصبح بصم وقعد، حال قاعد إحنا نعالج هنا تذرع بعدة ذرائع للتهرب من العمل. زين. إحنا عندنا أكو ريفرنس لنقول نباوع ونتابع الموظف وأدائه. من هم من نهاية الأمر من يقيم، ومن هم من لا يقيم بالتقييم الصحيح؟ مو بسبب الإدارة، بسبب عدم إنتاجيته الصحيحة. أم موضوع الشكر، موضوع تقييم الجهود أساسي جدا بالنسبة للموظف، تشويقي تشجيعي الاستمراري بالتأكيد على الكيرف الموجود بالتأكيد من التميز. وإذا حضر سماحتكم بالتأكيد دارس كانت أكو نظرية اقتصادية اسمها العصا والجزرة، درسناها بالاقتصاد الهندسي، دائما صناعية تخلي له حتى في الحياة. حتى في الحياة على المستوى الشخصي الكلمة الطيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام على آلك الصلاة والسلام بدأ بهذا الأمر. بالي. من قال الكلمة الطيبة صدقة. إذا نجي نعكسها بالمصطلح الإداري تحولت إلى كتاب الشكر والتقدير والتقييم وكلمات الثناء وكلمات الثناء يدي كذا من هاي الكلمات كإدارة. نعم. من تحسس اللي معاك ضمن المؤسسة الواحدة بالعمل كعائلة واحدة بيت واحد بلي. مع الاحتفاظ بالمقامات، مع الاحتفاظ بشروط استمرار الحياة العائلية الأساسية. لطيف. يحافظ تحافظ حالثينية. على موضوع استمرار العلاقة الصحيحة. سيدنا العزيز، احنا يعني تعرف يعني الموظف يداوم بالدوائر الدولة، يعني مرات تصعد شغلات يبقى مرات محرج من شلون يطبق الدين اثناء الدوام. يعني مثل نسبة الصلاة، يعني هسه احنا المشكلة مرات الدوام يصير يتأخر، احنا لك كافي يلا نطلع من هاي. فأنا إذا أصليت خلال فترة الدوام يعني هل صلاتي ضمن وقت معين اقدر مثلا استقطعها يعني من الدوام هذا لو انا ماجور عليه او ما ماجور، او شلون لو اصليها بالبيت افضل من ارجع؟ ما ادري بعد شنو رايكم سماحتكم. طبعا انتم تدرون اوقات الصلاه اكو وقتين للصلاه، اكو وقت فضيله واكو وقت فريضه. وقت الفريضة وقت واسع. نعم. وقت الفضيلة وقت أضيق. صح. زين. إحنا عندنا شرطين حتى نقدر نأدي الصلاة كموظف. يريد يصلي موظف بالدائرة، أكو شرطين إذا تحققت يصير يصلي. نعم. الشرطين مو متحققة ما يصير يصلي. شين هن الشرطين؟ الشرط الأول أن لا تكون الصلاة مزاحمة للعمل الوظيفي الواجب. إذا تقاطعت ويا العمل الوظيفي أيهما تكون الأولوية؟ للعمل. ليش؟ لأنه أكو عقد لابد إلي من شنو؟ من الالتزام بمضامين العقد. زين، أنا ما صلي لو أترك الفضيلة وأنا أروح للفريضة. أنا إذا من ضايقني الوقت زاحم العمل الوظيفي المكلف به، بالتالي شنو؟ كون أقدم العمل الوظيفي إذا كان مزاحم للعمل الوظيفي. الشرط الثاني أن لا يكون مخالف للقانون. تدرون المرجعية والله يحفظ سماحة السيد السيستاني لا يسمح بمخالفة القانون. عندنا قانون وضعي. نعم. ما يرضى يخالف القانون إذا كان القانون ينظم البلاد والعوال. فإذا القانون ما يسمح مزاحم للقانون خو
إما أن ترجع إلى مدير الدائرة المخول تستأذنه، مو؟ نعم. أو أنت تقدر تأدي الصلاة مو وقت فضيلته، وقت فريضته اللي هو خارج الفضيلة. إحنا ما نضيعين الصلاة، صليناها. طبعاً اللي يريد يصلي مع تحقق مع الشرطين اللي هو شنو؟ ألا يكون مزاحم لعمله، ولا يكون مزاحم مخالف للقانون، يكون يقتصر على الواجب، مو أصلي مستحبات. هو يعني حتى الوقت المعين اللي أنا استخدمه للصلاة يكون وقت يعني قليل، نقتصر على المقدار الواجب. مثلاً الصلاة على محمد وآل محمد بعد ذكر التسبيح، ذكر الركوع والسجود مستحب. نعم. هذا يكون يطلع خارج الصلاة، لأنه إحنا نكون نقتصر على المقدار الواجب. نعم. مو أكو عقد وظيفي يجب الوفاء به. شنو العقد؟ مع المؤسسة الحكومية العمل من ساعة كذا إلى ساعة كذا. نعم. هذا يكون عندي عمل إنتاجي، اللي يزاحم وياه تقصير عندي بالعمل. واضح إن شاء الله. واضح واضح. سيدنا، بالنسبة لاستخدام الأوراق أو القرطاسية الخاصة بالدائرة للأمور الشخصية. أول قضية، لا يجوز شرعا استخدام أوراق ومستلزمات خاصة بالدائرة لأغراض شخصية. الضابطة العامة تقول شكو أغراض تابعة للدائرة، أغراض شخصية، كل مستلزمات تابعة للدائرة ما يجوز تستخدمها أغراض شخصية. سيارة حكومية ما يجوز تستخدمها أغراض شخصية. أوراق قرطاسية حاسبة، كل هاي الأمور ما يجوز. اللي مستخدم سابقا يقدر، أنا أريد أبرر ذمتي، أنا كنت أستخدم مثلا أوراق كذا، أوراق خاصة بالدائرة لأغراض شخصية، أريد أبرر ذمتي هسه، شلون بالله برأيك أنت واحد يبرر ذمتي؟ يروح للحاكم الشرعي ويسأله وينطي، يعني يقدر. ممتاز. يقدرها ويصدق بيها نيابة عن بنية النيابة عن الحاكم الشرعي على فقير متدين. شكثر ما استخدمت أوراق أصدق بها على الفقير. هل يمكن الحديث عن مواقف مشرفة مرت بيكم أو بموظفيكم تكون محل فخر واعتزاز بدون تشجيع على الطاعة من الأمور الراجحة شرعا؟ ما يفوتني أن أستعرض بعض من المواقف المشرفة لمنتسبي مديرية بلدية التاجر. أنا ذاك كان عندنا إلى حد 2020 منطقة صناعية ولا تزال موجودة، كانت مكب للنفايات أجلكم الله منذ العام 1986، تنشأ عن عبوات الغاز انفجارات وخاصة بالصيف، فتصير حرائق المنطقة سكنية، تبدي كثير من الحالات الاختناق تصير ثق الساعة بالوحدة بالليل، اتصل يلبون النداء، التحق بهم. شكرا لله. إذن أول موقف أنه من التزم في دوام معين وفي وقت وفي ساعات الدوام. المهم أنه الإنجاز زين. والإنجاز الصحيح السليم. زين. هاي لكم مواقف في هاي مكب النفايات أجلكم الله. سماحتكم مديريتنا ولها الشرف بكل كوادرها في حال طلب العون من أي مديرية بلدية أخرى. بلي. وبعدين أعرج على داخل المدينة بطلب العون من الدوائر الأخرى في كل المناسبات الدينية والوطنية. زين. تتشرف مديريتنا بأن تكون على رأس المساهمين داخل بغداد وخارج بغداد. زين. وفي على مستوى الأفراد كموظف نريد حالات مثالية لدوام منضبط من قبل موظف متميز في دوامه وفي مواقف صعبة. حتى ما أظلم. زين. وما يفوتني أحد، كل موظفي المديرية. زين. وأغلبهم. زين. الكل
هسه نقدر نتذكر فد موقف خاص واي كان انه اثر على نفسه والتزم في الدوام وحضر انه رغم انه عنده فد مانع؟ كثير منهم. نعم كثير منهم. نعم ما نقدر نشخص، يعني ما اريد اشخص، لكن الغيره العراقيه، شكرا لله، الغيره العراقيه المتميزه زين. من اقولهم بصراحه، الكل عشيره لها نخوه. نعم نخوه دارتي الغيره. شكرا. من اقول لا يا ابو الغيره، الكل تطلع. شكرا لله والحمد لله في رفع التجاوزات. شكرا. في الفزعة، خلينا نقول بالمصطلح الدارج عندنا، لكل الدوائر الخدمية الأخرى في المدينة، دائرة الماء نفزع وياهم كثيرا، دائرة الكهرباء، الزراعة، الري، حتى القوات الأمنية. زين، أكو تعاون مثمر. شكرا لله. شكرا. والحمد لله. سيدنا، اكو شغلات تصير مثلا بال يعني اثناء العمل الوظيفي، مثلا شخص مو استحقاقه الترفيع، هو مثلا درجه ثالثه ترفع الى درجه ثانيه، او مثلا درجه خامسه صعد للرابعه وهو مو استحقاقه، يعني سواها مثلا بطريقه ماديه او باخرى، مثلا واسطه او كذا، وصعد هاي الدرجه مو استحقاق. التعامل ويا هاي شلون؟ يعني هو سال، يعني راد يتنازل عنها، قالوا لا ما يصير، لان يعني هذا صار ثبت، يعني ثبت بالرواتب والتغيير والاستحداث والحذف والاستحداث. طيب في الطريقه الشرعيه مثلا ان يتخلص من هذا الموضوع، حتى شلون يتخلص؟ هي اول قضيه اللي ذكرتوها. نعم. لابد ان ارجعها، اذا ما قدر يرجعها مثل. نعم. ما قالوا اكو استحداث وحذف، وبالتالي ما يقدر، ما يتمكن من ارجاعها. نعم. يحاول يعبر الى مرحله اخرى، وهو يحاول ان يصرفها على الدائره. نعم. هذا المقدار ايش كثر؟ هذا المقدار ما يستحقه. نعم. هو قاعد يقول انا درجه ثالثه، استحقاقي ثالثه، اخذ ثانيه، بالتالي. نعم. هذا المقدار الزياده من الثانيه، من الثالثه الى الثانيه، هو مو مستحق له، يحاول ان يصرفها على الدائره. اكو هيك مجال؟ نعم. بها ونعمت. ماكو هيك مجال ما يقدر يصرفها على الدائره. نعم. انه يصدق بها على فقير متدين، هذا الكثر من المقدار هو ما مستحق له، يصدق به على الترفيع. نعم. بل يصدق به على فقير متدين، لانه لا يستحق هذا المقدار، وهو يعبر عنه اكل للمال العام. نعم. بغير وجه حق. اذا شخص اتغيب يعني بعذر او بدون عذر شرعي، يعني كغياب مو كاجازه، عن او مثلا اذا خرج خارج اوقات الدوام الرسمي، هل يصح انه انا ما علي التزام بالمقابل اذا طلعت خارج اوقات الدوام الرسمي؟ يعني انتم تسالون عن حكم التقصير في الدوام الرسمي؟ في الدوام. زين، اول قضيه، لا يجوز للموظف الخروج من دوامه الا باذن مدير الدائره او المسؤول المخول بالسماح للموظفين. بهذا القيد يصير يطلع، بدون هذا القيد ما يجوز، بدون رخصه لا يجوز. زين، ايش كثر هو طلع؟ ساعه، اثنين، ثلاثه، هذا المقدار من راتب يكون يقسمه، هذا المقدار من المال ما يستحقه شرعا. شو يصير؟ يسموه اكل للمال بالباطل. الله يقول بالقران ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هذا يصير اكل للمال العام بدون حق. بالتالي شلون نعالجه؟ هو قاعد ياكل اكل للمال العام بدون حق، لانه هو ما مؤدي الواجب هذا، يجب ان يتصدق بهذا المقدار. ايش كثر هذا المقدار؟ ساعه، اثنين، ثلاث ساعات، مكان موجود او متغيب او خرج من دون اذن المسؤول المخول للخروج، يصدق بي على فقير متدين. بأي نية كانت؟ فقير، بنية تصدق، بنية الفقير المتدين. نعم. إلى الفقير المتدين. ليش؟ لأنه لا يستحق هذه الأموال، يصدق بي على الفقير.
مسألة القوانين الوضعية يمكن تصورها على ثلاثة صور. الصورة الأولى ما يخالف كتاب الله وسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا لا إشكال في رفضه شرعا. الصورة الثانية ما يوافق الكتاب والسنة، فهو حتما لابد من عدم مخالفة هذا القانون الوضعي. الصورة الثالثة اللي لم يرد فيه نص، لكنه لحفظ النظام وحفظ أمر البلاد والعباد، فهو يجوز تطبيق هذا القانون، أمثلة الأنظمة المرورية وباقي الأنظمة التي تنظم أحوال البلاد والعباد، بل قد يجب في بعض الموارد حفظ هذه الأنظمة وعدم مخالفتها. المرجعية الدينية، الله يحفظ سماحة السيد السيستاني وباقي المراجع من الفريقين، لا تسمح بمخالفة القوانين. يحرم مخالفة القانون اللي ينظم أحوال البلاد والعباد. كيف ترى أو تثمن مواقف المرجعية وهي داعمة وساندة للمؤسسات الحكومية في تطبيق الدوام والقانون والضوابط الإدارية؟ المرجعية الرشيدة وكل المرجعيات الإسلامية من الفريقين، بل من كل الأطراف وغير الإسلامية كذلك، تدعو إلى تطبيق القانون، تطبيق ما ورد في الأديان، بل حفظ النظام، حفظ الأديان خدمة تنهى المسلم عن الحرام وتحل الحلال. بالتأكيد الموظف المنضبط بالدوام ينحو منح الحلال. لطيف، زين. والموظف المتلكل موقفه سليم من الناحية الشرعية، يتم تثبيت حاله ويتم توجيهه مرة ومرتين ثلاث، زين. بعدين القانون وجد ووضع لكل لوائح، مجموعة لوائح تنظم عمل الموظف. وأكو فد موضوع مهم جدا لازم أعرج عليه. الموظف الملتزم والمتميز في موضوع ترقيته، والاستفادة من طاقته الإيجابية سريع ووارد جدا وأمام النظر. الموظف الخامل السلبي ما تقدر حتى توقع له مال الترقية، لا توقع. هذا حق المشروع، بل لكن السائر مع الناس ليس كقائدهم، بل المتميز له القيادة مستقبلا، بل في حال أنه مناصب وصول أي فرصة مواتية، واللي قابل على نفسه أنه ما يكون قائد وما يكون في المقدمة يبقى دائما كما هو. سيدنا رد تسألك على بالنسبة للإكرامية، مرات المواطن ينطي للسائق إكرامية، مرات أنا صنفي مسؤول آليات أقول له لا تأخذ، لأن لو ما مجبور المواطن ما ينطيك، رد الحكم الشرعي بالنسبة لهذا الإكرامية. أول قضية، القرآن يقول الإنسان على نفسه بصيرة، يعني شنو؟ أنا أعرف أحكامي وبصير بيها. إحنا إذا فعلا هي إكرامية، يعني شنو إكرامية؟ كمل عمل الوظيفي، أدى بما هو مضبوط وبالدقة وبالكذا، ونطى واحد إكرامية اللي هي تؤطر تحت عنوان هدية، بها إشكال؟ إذا بهالمقدار أنا حسب شرعاً. شرعاً أنا ما بس أقول لو ما مجبور هو ما ينطيها، زين. إحنا إذا بهالمقدار، إذا أنا أنجزت عملي وكملته على أتم وجه، من قاع يطلع نطاع عنوان إكرامية لا علاقة لها بالأداء العمل، لا علاقة. هاي خلاء أشكال ولا شبه جائز.
لكن احنا عندنا المشكله وين؟ المشكله في موردين، المورد الاول تغيير المسميات. يعني شنو؟ هي مو اكراميه، شي يسموه هي رشوه، يعني اكل للمال سحت. شي يسموه؟ يسموه اكراميه. يعني شنو؟ ما يجي الا يساوم على فلوس، هاي اخو مو اكراميه، وهو يقول له انطينا اكراميه مقدارها هالكثر، هذا حتما هذا هنا حرام. المشكله الاخرى، المشكله الاخرى مو بس في تبديل المسميات، في اجبار المواطن على اعطاء المبلغ، بالتالي هاي هم مو اسمها اكراميه، هاي اكل اسمها اكل للمال بالباطل، اكل سحت حرام. روايه عن الامام الصادق عليه السلام تقول اكل الحرام يبين في الذريه، يعني شنو؟ يطلع بخلفته. هسه اما يطلع بخلفته عوق جسدي او لا قدر الله عوق فكري، يعني شوف الانحراف عند ابناء البعض امين من اكل المال بالباطل. هذا ابنه يكون غير منضبط وما يقدر يضبطه، ليش؟ لان اكل الحرام يورث انحراف. الرواية قاعد تقول اللي استدلينا بيها أكل المال الحرام يبين في الذرية، يعني يطلع بخلطة الإنسان. فلذا قضية صعبة، فلو كانت هاي أكل للمال بالباطل هو حتما وبال وأذية. إذا كانت بعد إنجاز العمل وفعلا هو قاعد يهدي واحد تعب، هو قاعد يؤدي واجبه فعلا، واجب الوظيفي نظف وأجلك الله وكذا ويمشي الأمور، بس أنا شفت تعب كذا من عندي أنطي، وماكو إشكال شرعي، هاي هدية ولا إشكال فيها. عدم الحصول على الاستحقاق الوظيفي قد يبرر للبعض من الموظفين التقصير في أداء العمل، هذا طبعا هو مرفوض وغير مقبول شرعا وقانونا. كيف ترى ذلك؟ هو مو محصل على درجة، قد يكون مغبون في حالة في كذا، تلكؤ في منح الدرجة الوظيفية، بالتالي البعض يبرر إلى نفسه أنا قاعد أقصر، أنا درجتي مو محصلة. كيف ترى ذلك وهو مرفوض شرعا وقانونا؟ أغلب الموظفين في العراق تتأخر درجاتهم، عناوينهم، علاواتهم السنوية، بلي، والاستحقاق بالنتيجة البعض الاستحقاق الوظيفي يصير بيه تأخير بسبب السبب خارج 90% من الحالات خارج عن إرادة الدائرة والإدارة، إنما هو وضع عام بسبب عدم إقرار الموازنات المالية للدولة العراقية في أوقاتها اللي يفترض أنه تقر وتنزل إلى موضع منزلة التنفيذ. اليوم إن شاء الله عندنا قلة من هاي النماذج اللي قد تسيء لسمعة الموظف الكفوء والنزيه، رغم هذا يؤثر على نفسه وإن كان عنده غبن في الدرجة الوظيفية، لكن يعمل ويقدم كل ما أوتي من قوة إن شاء الله. هنا أنا لابد وأنا أعرج على موضوع مهم جدا، وضع الإدارة. الإدارة بإمكانها تكون تشجع حالة مثبطة للعزائم وتطلع من هذا، وبالإمكان أنه تستنهض الهمم بلي. في سبيل الارتقاء لطيف. بالمستوى المطلوب من العمل المنجز. زين، احنا اليوم نريد علاج، كيف نعالج حالة التغيب عن الدوام وتبرير الأعذار؟ اليوم عنده واحد متوفي، اليوم حالته الصحية ما تساعد، هاي تبريرات، شلون نقدر احنا اليوم نقضي على هاي الحالة؟ سماحتكم نجي على مستوى البيت الصغير. نعم. بإمكان أبو صاحب البيت يجعل من بيته روضة، وبإمكانه يجعل من بيته قبر. لطيف. القائد، المدير، رب العمل، رب الأسرة، لطيف. هذا نفس العلاج. الأسباب أنت جنابكم لطيف. وسماحتكم أنا عرجت قبل شوية على موضوع الإدارة، لها دور كبير. نعم.
مبدأ الثواب والعقاب. لطيف، مهم جدا تفعيله، تفعيله تقضي على هاي الظواهر حتى في داخل الأسرة. نعم، حتى في داخل الأسرة. نعم، الثواب والعقاب. نعم، الرادع علي والمكافئ. حتى إذا كان أكو موظف أو موظفين، موجود لسنا في مجمع الأنبياء. بلي بلي، مو في المدينة الفاضلة. بلي، ولسنا في المدينة الفاضلة. بلي، لكن بإمكانك تقوم جزئيا هذا الوضع المو صحيح. تسعى في من خلال تفعيل الثواب والعقاب، الثواب والعقاب والتشويق، الثواب والعقاب والتشويق مثل ما تفضل سماحتكم. بلي، إلى أن لابد وأنه في يوم من الأيام هذا الفكر يتغير. يتغير، حتما يتغير. بالتأكيد، حتماً. يوم اللي تكون إدارة صحيحة وقائد حتما تتغير. أنا أنظر للموضوع بلا كلل وبلا ملل. الوحش الضاري إذا صادفك ولقى منك، نعم، تطعمه، ينقلب إلى صديق، إلى أمان. بلي، بدل ما يكون هو وحش ضاري متربص بيك. ما اعتقد يرفض نعمة اللي تقدم لها انت. نفس المبدا، الثواب والعقاب هنا أنا. بلي، وجوب تطبيقه حتما، هو اساس تقويم الحياة وتقويم الحالة الإدارية في الدوائر. ولنا في القرآن الكريم الكثير من ال الوقائع وليس القصص. بلي، اللي يضعها أمام المسلمين من أنزل القرآن وهو الجليل سبحانه وتعالى جل جلاله في مكانه. نتعظ بها حتما، وتكون منهاج عمل للموظف شخصي. بلي، ونفسي للإنسان. سيدنا، سؤال، اذا مثلا انا بدي اتحول من هذا القسم الغير قسم، يصير استخير يعني بالقران حتى اشوف مثلا هذا الشيء زين موجود زين الي؟ تدرون اكو استخاره واكو جماعه، ذولا جماعه الكشف. نعم. انتم اذا سؤالكم عن الاستخاره اللي هي التبرك بالمصحف الشريف، نعم، لرفع الحيره، هذا امر مباح شرعا ويمارسوه كمسلمين. يعني احنا نقوم بهاي العمليه، يعني ما بي اشكال. زين، هذا ما بي اشكال. نعم. لكن بعد شنو؟ اول قضيه، احنا قاعد نقول يجوز الاستخاره التبرك بالمصحف الشريف على الطريقه المرويه عن ائمه اهل البيت عليهم السلام. نعم. يصير. نعم. لكن شو وقت؟ بعد عدم رفع الحيره. يعني واحد متمحن، نعم، اريد انقل هذا زين لو مو زين. اذا واصل الى درجه الحيره يصير اروح استخير. نعم. لكن ما يصير استخير قبل شنو؟ التدبر. نعم. واحد يفكر. أكيد. يحسبها. نعم. اذا حساباته ان تعتقد افضل يمشي على حساباته، ولا داعي للاستخاره. نعم. ولا تبرير لها. نعم. اذا التدبير والتفكير والتامل ما وصل بنتيجه، يقولون الاستشاره. نعم. مشاوره الاهل، مشاوره الاصدقاء، مشاورة أهل الخبرة المقربين. نعم. زين. نعم. كنت استشيرهم. نعم. إذا لا بقيت متمحن، البعض يقول توكل البعض الآخر، هنا الاستخارة مو لكشف الغيب، لا طبعاً، بل لرفع الحيرة. نعم. أتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو نوع من أنواع التوكل، وأتبرك بالمصحف الشريف عن طريق أحد من يجيد هذا. نعم. من رجال الدين، من الثقات، مو من ذولة أصحاب الخرافات. نعم. والبدع. نعم. والترهات أجلكم الله. بالتالي إذا مع الحيرة. نعم. بعد الاستشارة والتدبر وكلها ما نفعت، أرفع الحيرة بالاستخارة. يعني بارك الله بك سيدنا، يعني أنا ما يصير أفتح القرآن؟ لا لا، لأنه تفسير الآيات قد ما تجيدها. نعم. بالتالي إذا ما أجيدها، ما رح أفهم. نعم. معنى الاستخارة، ولا أفهم الطريقة اللي علمونا إياها أهل البيت عليهم السلام.
مسألة، لا يجوز للموظف شرعا استلام راتبه في حال تغيبه، في حال تغيب عن الدوام، أو في حال عدم شنو؟ عدم تأدية الواجب المطلوب منه في عقده الوظيفي. ليش؟ لأن أكو عقد وظيفي، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد الطرف الأول هسه المؤسسة الحكومية، الطرف الثاني نفس الموظف، بالتالي لزم عليه الوفاء بالعقد حتى لو كان تقصير من الجانب الآخر. قصر سواء لو قصر المؤسسة الحكومية في إعطاء بعض المستحقات، العلاوات أو غير ذلك، لا يبرر للموظف التغيب أو التقصير في أداء عمله الوظيفي. لا، ليش؟ لأنه لابد له من الوفاء بالعقد حتى يكون مصداق الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سيدنا، بالنسبة أكو أحد الأشخاص يعني إذا كتب له مطالعة أو كشف إلى مسؤول الدائرة أو مديرها بالباطل حشاه أجلك الله. العياذ بالله. زين، أريد يرد أنت، شو يريد يسوي مثلا الحكم الشرعي؟ زين، يعني واحد كتب على واحد كشف بالكذب أجلكم الله. نعم. هسه بالتالي يريد يبرر ذمته. زين، أول قضية لابد إبراء الذمة من خلال شنو؟ من خلال تصحيح الإداريات التي صدرت بحق ذاك. شنو اللي صدر بحق ذاك؟ مثلا كتب عليه متغيب عن الدوام، هو كذب ما متغيب عن الدوام، بالتالي قطع وراتبه. كون يصحح الإداريات، لابد من إبراء الذمة بتصحيح الإداريات التي ترتبت على الكشف الوهمي. الكشف الكتبة أجلكم الله كذبا، هسه قدر بهالطريقة، هو لابد مو ويتبارى الذمة من هذا الرجل. إذا ما قدر، مثلا راحت غلب على الأمور أو اختلفت الدوائر واختلف في المكان، لابد من التوبة والندم والاستغفار، لأنه هذا بسبب كذب من هذا والعياذ بالله تضرر ذاك المؤمن، والإضرار بالآخرين حتما حرام. فبالتالي عليه إذا ما قدر يتبارى الذمة من عنده ويصحح الإداريات اللي صارت بسبب كشف كاذب أجلكم الله، بالتالي عليه الندم والتوبة والاستغفار. سيدنا، إذا مثلا أثناء العمل أنا أستلم عادة بريد، وفي لحظة من اللحظات مثلا فقد جزء من البريد، مثلا فات كتاب معين أو كذا، دورت عليه ما لقيت الكتاب وما اقدر احصل النسخه الاخرى اللي تخص هذا الشخص، شنو الحكم الشرعي او الوجه الشرعي لهذا الموضوع؟ اول قضيه، كل معامله تجينا بالدائره او مستمسكات او معاملات، كلها تعتبر شنو عند الموظف؟ امانه. ممتاز. نعم. ممتاز. هاي الامانه القاعده شو تقول؟ شلون تتعامل ويا الامانه؟ اذا تعاملت مع الامانه بتفريط، نعم، عليك شنو؟ عليك الضمان. تفريط شنو؟ خلاها هنا واكو مروحه مشتغله. نعم. بالتالي تطير. خلاها هنا اكو سله نفايات اجلكم الله. نعم. وقعت. هذا تفريط لو مو تفريط؟ اكيد تفريط. نعم. اذا تعامل مع الامانه بالتفريط، نعم، فعليه الضمان. نعم. اذا لم يتعامل مع الامانه بتفريط، يعني لم يكن مقصرا مع هاي المعامله، نعم، المستمسكات الكذا، هاي الحالة الوظيفية الموجودة، إذا لم يكن مقصرا عليه الضمان، لو ما عليه الضمان؟ إذا مو مقصر، لا شيء عليه، ما عليه شيء ولا شيء عليه، لكن احنا نقول لا شيء عليه ولكن، شنو لكن؟ لابد أن يتعامل مع المستمسكات أو المعاملات الحكومية اهتمام واحتفاظ، يحفظها، فإذا كانت محفوظة وراحت لا قدر الله ولم يكن مقصرا، لا شيء. بارك الله.
سيدنا بالنسبة للأرض اللي قاعد نصلي عليها إحنا، هاي الأراضي طبعا تابعة للدولة كدائرة أو كذا، يعني هل أني يعني ماكو مشكلة إذا أنا مثلا صليت في هذا المكان؟ يعني هل تعتبر مثلا أرض مغصوبة أو ما مغصوبة؟ طبعا كل الأراضي المؤسسات الحكومية هي أراضي مشتركة عامة، نعم، بالتالي الصلاة بها صحيحة. صحيحة. زين، أني أسألك هسه بالنسبة للسؤال الأول اللي سألتوه، فيما لو كان مزاحما للعمل الوظيفي مالته وصلي، صلاته برأيك صحيحة لو باطلة؟ والله بعد سيدنا انت شو تقول؟ لا اكيد طبعا، هو اذا عمل اوجب بعد لا هذا يعتبر هو خطأ. ها؟ كان عليه اداء الصلاة في وقت الفريضة خارج وقت الفضيلة. يعني واجب الإعادة؟ لا ما واجب الإعادة، صلاته تكون صحيحة. صحيحة. لكن كان عليه اداء الصلاة في وقت فريضة خارج وقت الفضيلة، تضيع علي فضيلة الصلاة اللي هو أعظم أجر للصلاة، أكيد طبعا. لكن يبقى عنده أجر الفريضة موجود، أنه مو خارج الفريضة. لا إحنا يوم اللي يضيق وقتها راح يصير قضاء، لا عندنا حديث آخر. وفي الختام نسأله تعالى التوفيق للجميع وقبول الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.